I know a friend of mine who is who has a body of a man and he wants to become a woman. You know what does he do? I mean, they are eating pregnancy pills so that they can change the hormones. They are suffering because they don't have medical support. They don't have psychological support. The family hate them because they look different. It's an everyday struggle. أنا اسمي أيوب العدسي، كعرفتو لي ماجي، خلقت في 20 شهر جوج 2000، دابا عندي 18، دابا طالع في 19، قريب سالي 19 في 17 في هاد جوج هذا. كنخرج في المغرب كانوا كيضربوني بالحجر، شحال مرة تعدوا عليا، شحال مرة طلعوني في طوموبيل وطلعوني للغابة واغتصبوني، شحال مرة. تعدوا عليا دابا صح في المغرب كيشي انا غادي في الزنقه كيشري لي بحجر، كنمشي عند من الحانوت ما كيبغيش يبيع عليا، كنمشي للكوميساريه ما كيبغيوش يعطيوني شي ورقه، كنمشي للمحكمه ما كيبغيوش يدير لي محامي شي حاجه. صافي فاش دخلت لهنا سبته ما كنتش كنعرف هنا السيتي، ما كنتش كنعرف اللجوء شناهو. انا كنت غير كندخل عند البنات هنا، كنمشي معاهم الديسكوتيكات كنقصر معاهم. حتى واحد المره فاش طلعت لطنجه قالت لي واحد العائل قال لي راه كاين هنا كيديروا اللجوء. جيت انا كنسول هنا عند البوليس، قالوا لي اه بصح صافي تما درت اللجوء دخلت لهنا للسيتي. دابا انا في 17 وانا هنايا وكنخرج للسنترو كنخرج للشارع، باقي كنتعرض لنفس المعاناه باقي هنا لحد الان. هنا المغاربه اللي كيسكنوا هنايا هنا باقيين كيضربوني بالحجر، باقيين كيتعدوا عليا، كيتعرضوا لي هنا في الطريق. هنا في السيتي ما عايش شي مزيان. انا بغيت اول حاجه غير نخرج غير من هنا السفسه، فيما لاحوني في خوزيرات في مدريد في برشلونه ما عنديش مشكله. وانا باغي نطلع تماك باش نحقق الحلم ديالي اللي ما قدرتش نحققه انا في المغرب. في المغرب في كنمشي عندهم باغي نكون انا هذاك الشيء اللي بغيت، ما كيبغيونيش حيت في المغرب عندنا عيب. انا باغي نطلع لاسبانيا باش نكون موديل، باغي نخدم انا الهوايه ديالي هي نكون موديل ونكون مشهور عالميا. من معاناه تحت فيهم انا صراحه الله ما مرتاحش مره، غير كنحاول يعني نتاقلم وصافي. معاناه بزاف، كيكريكيطاني الناس بزاف، عزيز كيقايلو يبقاو يبزقوا، يبقاو يقولوا لي الهداير باللغه ديالهم ما كنفهمهمش. الجزائريين كيبقاو يقول لك ما نعرفش انه داك الهضره ديالهم ناقش، ما نعرفش انه كنشل الحوايج ديالي كيسرقوهم لي. مؤخرا كنسرقوا لي ماليطا موت ماكياجي دولي ماكينه، صراحه الله ما مرتاحش والله. كنخاف في الغابه يتعرضوا لي ويضربوني، حيت انا انسانه ضعيفه صراحه، ما بقيتش قويه بحال اللي كنت.